طاب يومكم وأهلا بكم. هذه جولة جديدة لمراسلي القاهرة الإخبارية، والتي نرصد فيها بعيون مراسلينا الأحداث والمستجدات على الساحة. في جولة اليوم ينضم إلينا الآن خالد أبو بكر من فيينا، ونسرين رمضاني من تونس، وغيث مناف من كييف، وهبة التميمي من العراق، وعبد الستار بركات من أثينا، ولاحقا ينضم إلينا أيضا سلامة عطلة من بروكسل، ودانا أبو الشمسية من القدس المحتلة. أرحب جميعا بمراسلين. البداية بأوكرانيا، حيث قصفت القوات الروسية عددا من المواقع شمال شرقي البلاد. ذكرت الإدارة العسكرية في مقاطعة سومي أوبلاست الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت المقاطعة خلال الساعات الماضية بقذائف الهاون والمدافع، ما أحدث العديد من الانفجارات التي أوقعت خسائر مادية بعدد من الأبنية. أوضح مركز الإعلام العسكري الأوكراني أن الهجمات الصاروخية الروسية تصاعدت حدتها خلال الأسبوع الماضي، وأشار المركز إلى أن روسيا نفذت 64 ضربة صاروخية و61 هجمة بالمسيرات خلال الأسبوع الماضي. وللمزيد ينضم إلينا من كييف غيث مناف، مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا غيث من جديد، لو تطلعنا على أهم التطورات الميدانية خاصة فيما يخص المعارك الدائرة في باخمود، بالإضافة إلى محاور ليمان وخاركيف وأفديفكا. تحية طيبة لك. بالفعل هنا يتقاد العمليات الشرقية في الأراضي الأوكرانية بأن القوات الأوكرانية بدأت بالفعل في الدخول إلى مناطق باخموت وأحياء مدينة باخموت. هناك انسحاب ما بين صفوف القوات الروسية من تلك المدينة، بالإضافة إلى تكثيف العمليات العسكرية الأوكرانية هناك على محور باخموت وأيضا على محور دونيسك بشكل تحديد، حيث أعلنت الهيئة الإدارية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بأن القوات الأوكرانية تمكنت من دخول 7 بلدات ضمن محور الإداري لمدينة دونيسك، وأيضا ضمن إقليم دونيسك. نحن نتحدث هنا بأن القوات الأوكرانية تتقدم بوتيرة مرتفعة، بوتيرة سريعة جدا، حيث أن العواجل تصلنا كل دقيقة عن تقدم القوات الأوكرانية وتحرير بعض البلدات. قد تكون معظم البلدات هي بلدات صغيرة، ولكن هذه البلدات هي مؤثرة نوعا ما على محور دونيسك وبالتحديد أيضا على محور باخموت، حيث أن القوات الأوكرانية بدأت بالدخول من المحور الجنوبي لمدينة باخموت وتمكنت بالفعل السيطرة على الأحياء الغربية من تلك المدينة. هناك وتيرة سريعة جدا في الأحداث، هناك عمليات قصف متبادل ما بين الطرفين. يوم أمس أيضا عندما زرنا مدينة خرسون بالتحديد وبالقرب من محطة نوفيكوخوفكا التي تم تفجيرها، ولم يتم الإفصاح عن الجهة التي تم تفجيرها. هناك دلائلين بأن أوكرانيا فجرت أو روسيا فجرت، فكلا الطرفين يتهم الآخر. ولكن عندما زرنا تلك المدينة كانت هناك العمليات مستمرة، كانت هناك القوات الأوكرانية تقوم بقصف مواقع في الجبهة الأخرى من منطقة خرسون وهو عبر النهر أو الضفة اليمنى، تقدم هناك لمجموعة من الوحدات البحرية الأوكرانية على عبور النهر دنيبرو باتجاه الضفة اليمنى لمنطقة خرسون، وهذه إضافة أيضا كانت جديدة. بالإضافة إلى ذلك، وعندما كنا متواجدين في منطقة كريفيري يوم أمس، وهي المنطقة المهمة الاستراتيجية حيث تعتبر أيضا الخط الدفاعي الثاني للمناطق الأوكرانية، وأيضا هي مسقط رأس الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أيضا قامت يوم أمس وحدات من القوات الجوية الأوكرانية بإطلاق دفعة صاروخية من مناطق كريفيري باتجاه مناطق خرسون المسيطر عليها من قبل روسيا. كل هذه ما وردت
في المحور خرسون ومحور دونيتسك. أما في محور زاباروجيا فتتحدث الأنباء العسكرية الأوكرانية بأن القوات الأوكرانية هي باتجاه مدينة ميليتوبول، قد يبعد مدينة ميليتوبول عن المدن التي تم تحريرها 200 كيلومترا فقط الفاصلة ما بين ميليتوبول وما بين القرى التي تم استعادتها من قبل الجانب في شأن ميليتوبول تحديدا غيث. نعم، نائبة وزير الدفاع الأوكرانية هانا مالير كانت تتحدث عن حاجة القوات الأوكرانية إلى التقدم باتجاه ميليتوبول وبريديانسك وأيضا باتجاه باخموت، وتعتبر أن هذه هي مناطق ثلاث رئيسية بالنسبة لقواتها للتقدم. كيف يسير الوضع هناك ولماذا هناك صعوبة في تحقيق تقدم للقوات الأوكرانية في هذه المناطق؟ نعم، يتحدث هنا المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكراني وبالتحديد هيئة العمليات الجنوبية بأن هناك ليست وتيرة ببطء، ولكن هنا أن القوات الأوكرانية تقاتل بثلاثة ألوية حتى هذه اللحظة، ولم يتم إشراك 20 لواء في عمليات الهجوم المضاد. كل ما يتحدثون به أنهم فقط هذه الثلاثة الألوية مهمتها الأساسية هو كسر الطوق الدفاعي الروسي، ومن خلالها سوف يدخل الفرق الأخرى أو الألوية الأخرى التي لم تشارك في عمليات تمشيط وبعد ذلك في عمليات اجتياح موسع لتلك المدينة. هناك تباطؤ فعلا ما بين القوات الأوكرانية في تلك المحاور، كون أن ما صرح به وزير الدفاع الأوكراني بأن خطوط الدفاع الروسية هي خطوط قوية جدا، كون أن روسيا استغلت الشتاء في بناء عذرا محافظ دفاعية قوية وأيضا تلغيم الأحياء والمدن والمنازل. كما أيضا أشار بأن القوات الأوكرانية حتى هذه اللحظة لم تستخدم احتياطي الأسلحة التي تم استسلامها من قبل الغرب، وأن أيضا المقاتلين المشاركين هم فقط ثلاثة ألوية، وتم خسائر وأيضا اعترفت أوكرانيا بخسائر مجموعة من الدبابات الغربية من ثلاثة ألوية فقط، وقدرت ب10% فقط هي قيمة الخسائر فقط لتلك الثلاث ألوية المشاركة، ولم يتم استخدام أسلحة أخرى أو لم يتم تقديم أسلحة أخرى لتلك الألوية بعد أن خسرت تلك المدرعات، وأيضا بعدما خسرت كما يتحدث 10 دبابات ليوبارد فقط. هذه ما جاءت ضمن أطروحة وزير الدفاع الأوكراني. أيضا عندما نذهب إلى ما تحدث به الحاكم العسكري لمنطقة تيومي، حيث أعلن بأن هناك سلسلة من الهجمات الصاروخية استهدفت تلك المدينة، بالفعل قدرت الخسائر المادية في أحياء وقرى مدينة سومي، ولم يتم استهداف المدينة بشكل أساسي، وإنما تم استهداف سومي أوبلس وهي المناطق الحدودية وأيضا القرى القريبة من الحدود الأوكرانية الروسية. قدرت الخسائر المادية فقط ولم تقدر الخسائر البشرية حتى هذه اللحظة. أما في محور دونيتسك وأيضا الفاجعة التي سموها الأوكران وهي استهداف مدينة كراماتورسك بصاروخ H-22 والذي استذكر من خلاله الرئيس الأوكراني الهجمة التي استهدفت بها منطقة فينيتسا بنفس التوقيت وبنفس الصاروخ وبنفس الوتيرة. نعم غيث، سريعا كيف هي التفاعلات السياسية مع قمة الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل؟ سريعا لو سمحت. نعم، بعدما زار رئيس ليتوانيا ايضا ورئيس بولندا السيد دودا الى الاراضي الاوكرانيه بزياره غير معلنه، تم الاتفاق على جدول تلك القمه، ومن خلالها سوف يشارك الرئيس الاوكراني في تلك القمه، وهناك ترحيب نوعا ما من الدول الشرقيه الاوروبيه لانضمام اوكرانيا اولا او تمهيد انضمام اوكرانيا الى حلف شمال الاطلسي، ولكن يتحدث هنا الخبراء بان من الصعوبه اليوم التحدث بتلك المهمه كون هذه الاضويه تحتاج المزيد من الاجراءات، بالاضافه انه تحتاج اوكرانيا الخروج من تلك الحرب كون الاتحاد حلف شمال الاطلسي لا يرغب بمواجهه عسكريه مباشره ضمن البند الخامس من تلك المفاوضات. نعم. شكرا جزيلا غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية من كييف.
ونواصل جولتنا مع مراسلين، لكن هذه المرة من بروكسل، حيث يبحث قادة الاتحاد الأوروبي تداعيات تمرد مجموعة فاغنر الذي تم إخماده في روسيا ومدى تأثيره على سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. تبحث قمة بروكسل طبيعة المساعدات المقدمة إلى كييف، حيث يعمل الغرب على حزمة من الضمانات طويلة الأجل لتوفير الأسلحة والمعدات والذخيرة والتدريب وغيرها من المساعدات لتعزيز أمن أوكرانيا. ويعقد الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ مؤتمرا صحفيا مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارل ميشيل، كما يلتقي الأمين العام للناتو مع رئيس الوزراء البلغاري نيكولاي دينكوف، وتأتي هذه اللقاءات قبل الانضمام إلى قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل. إذن مباشرة من بروكسل مقر انعقاد القمة الأوروبية، نتابع هذه اللقطات التي توثق وصول وتوافد القادة الأوروبيين على مقر انعقاد قمتهم. وينضم إلينا سلام عطلة مراسل القاهرة الإخبارية من بروكسل. سلام، مساء الخير، أهلا بك من جديد. لو تطلعنا على الأجواء لديك في مقر انعقاد القمة الأوروبية اليوم. مساء الخير. في هذه الأثناء يصل القادة الأوروبيون لمقر انعقاد القمة الأوروبية التي ستستمر ليومين، وستفتح الاجتماع مع أمين عام الحلف الشمالي الأطلسي ستولتنبرغ لبحث التداعيات الموجودة في أوكرانيا. صحيح أن التمرد العسكري المجرم تمرد فاغنر في روسيا لم يكن مدرجا سابقا على أجندة هذه القمة، لكنه يقفز على رأس الأولويات الآن، وكل الأسئلة التي يطرحها الصحفيون للرؤساء متعلقة بمستقبل الرؤساء. تحدثوا من بينهم المستشار الألماني، قال بأننا لا يمكن أن نتحكم في التفاعلات الداخلية داخل روسيا، ولكن يمكننا أن نتحكم في حدودنا، في حدود الدول المحيطة، لتعزيز الإجراءات الأمنية تحسبا لأي انعكاسات أمنية مباشرة على الدول الأعضاء نتيجة هذا التطور الخطير داخل روسيا. الحديث يدور عن تصدع كبير داخل المؤسسة العسكرية الروسية، يمكن أن ينتج مزيد من التشظي. البعض يتحدث عن أن هناك رسالة من داخل المؤسسة العسكرية الروسية إلى الغرب، لأن هناك قطاعا كبيرا غير راضي على إدارة بوتين لهذه المعركة، بعضهم ربما غير راضي أساسا عن وجود أو شن حرب عسكرية على أوكرانيا، والبعض الآخر يعني من العسكريين الروس يتهم القيادة بأنها ليست بالقسوة الكافية لمواجهة روسيا. لكن أيا كانت التداعيات، كل ما يحاول أو يحرص عليه الأوروبيون والأطلسيون هو أن يتأكدوا من أن التطورات الحاصلة يفهمونها في السياق الصحيح، لأنه فعلا هناك مفاجأة كما تحدث اليوم الزعماء. ربما وكالة المخابرات الأمريكية هي التي كانت على علم مسبق لما حدث، ولذلك اضطرت حين الساعات الحاسمة في هذا التمرد المجهد أن تتصل بالروس لتقول لهم بأننا لسنا على علاقة بما يحدث كي لا يحدث ارتباك والشكوك في ضلوع الولايات المتحدة في هذا التحرك، وبالتالي يمكن أن يحدث أيضا رد فعل عسكري روسي، وهذا ما لا يريده البعض. هذه مسألة أخرى متعلقة بالضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا. الأوكرانيون يريدون وعدا من أن تكون أوكرانيا عضو في حلف شمال الأطلسي بعد انتهاء الحرب، دون الالتزام بقائمة الشروط الطويلة والعريضة والتي يستغرق تنفيذها سنوات، لكن البعض الأوروبي غير متشجع لذلك. دول أوروبا الشرقية تقول بأن أفضل حل لضمانات أمنية لأوكرانيا أن تصبح عضوا في الناتو في أقرب وقت بعد الحرب، مع الاستثناءات بأن لا تخضع للشروط، لكن معسكر كبير وعلى رأس فرنسا لا يريدون أن يقدموا هذا الضمان للأوكرانيين، ويقترحون صيغة أخرى، مسارا آخر، بمحاكاة للمسار الإسرائيلي الذي عبره أخذ الإسرائيليون من الناتو ضمانات، والأهم من ذلك الاتفاقية الثنائية وتحديدا مع الولايات المتحدة. لذلك يقترح الفرنسيون أن تعقد اتفاقية ثنائية هي صلب الضمانات الأمنية بين أوكرانيا وهذه الدول التي توقع معها الاتفاقيات، من بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، لكن هذا أيضا غير مرضي حتى هذه اللحظة بالنسبة للأوكرانيين الذين يريدون الحصول على هذه الجائزة الآن، وإن لم يحصلوا عليها الآن فلن يستطيعوا الحصول عليها إذا ما انتهت الحرب. يكون الأوروبيون قد يعني في غير حالة من الضغط للالتزام. هناك موضوعات مختلفة عديدة متعلقة بالهجرة، متعلقة بتعزيز الصناعات الدفاعية بالقدرة التنافسية مع الولايات المتحدة، بالعلاقة مع الصين، وهذا موضوع رئيسي خصوصا وأن الأوروبيين يتجهون أكثر لليونة في العلاقة مع الصين.
نعم شكرا لك سلام عطلة من بروكسل، وبالتأكيد ستكون لنا متابعات لاحقة معك مع بدء انعقاد هذه القمة الأوروبية. إذن يدرس قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل إنجاز اتفاق مع تونس يهدف بشكل رئيسي إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط شبكات التهريب. كانت المفوضية الأوروبية تأمل في أن تنجز قبل موعد القمة القارية بروتوكول تعاون مع تونس من أجل شراكة شاملة تتضمن شقا متعلقا بالهجرة. تأمل بروكسل في توسيع هذا النمط من التعاون في مرحلة لاحقة كي يشمل دولا أخرى من حوض المتوسط. وللمزيد ينضم إلي من تونس نسرين رمضاني مراسلة القاهرة الإخبارية. مرحبا نسرين، إذا كيف تتابع الأوساط السياسية في تونس قمة الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل؟ لأن من بين المناقشات المدرجة على أجندته هو مسألة ملف الهجرة غير القانونية ودور تونس في مكافحة هذا الموضوع. نعم رغدة، الوصف الذي يمكن إطلاقه على كيفية متابعة الأوساط التونسية لهذا الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه حاليا بين تونس والاتحاد الأممي يتعلق بمذكرة التفاهم التي أعلن عنها مؤخرا هو الترقب. الأوساط التونسية سواء العالمية أو السياسية تنتظر نتائج هذه المفاوضات وهذه مذكرة التفاهم التي من المنتظر أن توقعها تونس مع الاتحاد الأوروبي. كان هناك إعلان عن أن توقيع هذه المذكرة سيكون مع نهاية هذا الشهر، يتزامن هذا الموعد مع انعقاد المجلس الأوروبي اليوم وغدا. وأيضا هناك تصريحات هذا الصباح لوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، قال إن من المتوقع أن تمضي تونس على هذا الاتفاق، تونس والاتحاد الأوروبي طبعا على هذا الاتفاق بعد 3 أيام من عيد الأضحى، ويتوقع أن يكون بداية الأسبوع المقبل الاتفاق النهائي أو التوقيع النهائي على هذه الاتفاقية. هذه الاتفاقية تشمل الهجرة لكنها أيضا تشمل عدد من الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي بين تونس والاتحاد الأوروبي، وتم الاتفاق عليه مبدئيا خلال الزيارة التي أدتها رئيسة المفوضية الأوروبية ومعها أيضا رئيسي وزراء إيطاليا وهولندا منتصف الشهر الجاري، وتم الإعلان عنها إعلان خلالها أن الاتحاد الأوروبي يدرس تمويلا كبيرا طويل الأمد لتونس في حدود 900 مليون يورو. هناك أيضا 105 مليون يورو لدعم مكافحة الهجرة، وهناك أيضا 100 مليون يورو ستذهب مباشرة إلى ميزانية تونس. الاتحاد الأوروبي، إيطاليا بشكل خاص والاتحاد الأوروبي بشكل عام يدركون جيدا أهمية دعم تونس في هذا التمشي من ناحية في معالجة ظاهرة الهجرة ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر. كان هناك العديد من التصريحات سواء من رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني أو من وزير الخارجية الإيطالي وعدد من المسؤولين الآخرين. هناك المفوض الأوروبي لسياسة التوسع والجوار، هو من يفاوض الأطراف التونسية على هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، وستشمل هذه المذكرة إلى جانب طبعا الهجرة مثل ما ذكرت، ستشمل أيضا مواضيع مهمة وملفات مهمة أخرى تتعلق بالتعاون، من بينها التعاون في المجالات الاقتصادية، الطاقة، وأيضا عدد من المواضيع الملفات المهمة أخرى. جورجيا ميلوني رئيسة الحكومة الإيطالية أكدت على أن ضرورة أن تذهب إيطاليا والاتحاد الأوروبي في سياسة تعالج ظاهرة الهجرة، خاصة بداية من التنمية سواء في تونس أو في غيرها من بلدان القارة الإفريقية التي ترتبط مباشرة بملف الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، ويدركون جيدا أهمية الاستقرار في تونس، الاستقرار السياسي والمالي، ولهذا تدعم إيطاليا والاتحاد الأوروبي مثل ما قالوا المسؤولين الأوروبيين بشكل مستقل تونس فيما يتعلق بمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي في القرض التي تنتظره تونس من الصندوق. طيب نسرين، لماذا تشير التقارير لهذه المفاوضات ما بين تونس والأوروبيين بالحساسة، ولما طالت مدتها أيضا من أجل الوصول إلى توقيع هذا البروتوكول؟
نعم رغدة، هذا الوصف وهو أنها اتفاقية حساسة وموضوع حساس تم ذكره بالأمس من قبل مصادر أوروبية أعلنت عن أن تونس طلبت وقفيا لدراسة وتحليل مذكرة هذه المذكرة، مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي. وقالت المصادر الأوروبية أن هذا أمر معقول ومفهوم تماما، خاصة عندما يتعلق الأمر بمثل هذه الملفات والمفاوضات الحساسة. هذه مفاوضات حساسة لأنها تشمل ملف الهجرة من ناحية، وأيضا تشمل كيفية مساعدة الاتحاد الأوروبي لتونس في ملف الهجرة وفي مساعدته المالية والاقتصادية، وأيضا في دعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي. هذا الملف حساس لأن الرئيس قيس سعيد قال في أكثر من مناسبة أنه يرفض أي إملاءات من الخارج وأي حلول تسقط على تونس من الخارج ولا تراعي الوضع الاقتصادي والاجتماعي لتونس. هو يدرك جيدا أن أي شروط يطلبها أو يفرضها صندوق النقد الدولي وغيره من الأطراف التي يمكن أن تتدخل في هذا ربما تكون لها تداعيات سلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للتونسيين، وهو يقول إن هذا يمكن أن يسبب احتجاجات في ظل تراجع المقدرة الشرائية للتونسيين وفي ظل هذا الوقت الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي تعيشه هذه تونس، نقطة مهمة وهو يرفض مثل هذه الشروط لا سيما فيما يتعلق برفع الدعم. نعم هناك نقطة مهمة خاصة رغدة لم أسمع السؤال. نعم هناك نقطة مهمة فيما ذكرتيه من أن تزايد أعداد اللاجئين أيضا يشكل ضغطا على الخدمات في تونس، كيف ينظر التونسيون والداخل التونسي إلى تزايد أعداد المهاجرين على الأراضي التونسية؟ وشاهدنا في الأيام الماضية ربما في مدينة صفاقس بعض الاحتجاجات. نعم بالفعل أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين توافدوا إلى تونس على الحدود من يعني عبر الحدود البرية بين تونس والجزائر أعدادهم تضاعفت بشكل لافت، أعدادهم أصبحت كبيرة بشكل لافت في مدينة صفاقس جنوب شرق تونس تحديدا مثل ما ذكرتي. والأوساط التونسية تتابع هذا الأمر وتقول إنه هذا يعني تزايدهم بأعداد أصبحت غير معقولة والأمر أصبح غير مفهوم، هذا يضع عبء إضافي على تونس في معالجة ظاهرة الهجرة. طبعا هو عبء أمني بالأساس لأن أعداد المهاجرين غير النظاميين يضع تحديات أمنية كبيرة أمام تونس. أيضا يعني في ظل هذا الوضع الصعب الذي تعيشه تونس يمكن أن يكون هناك بعض المشكلات في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين. تونس يعني تسعى لتسوية وضعية وتسوية ملفات بعض اللاجئين وبعض المهاجرين غير النظاميين، ومن لا يمكن تسوية وضعيتهم تطالب بترحيل وفق حقوق الإنسان ووفق الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. في المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي هذه أيضا من بين النقاط المطروحة، والاتحاد الأوروبي يدرك جيدا أن هذا الأمر ولذلك يعني يقترح هذه التمويلات لمساعدة تونس في مكافحة الهجرة. طبعا هذه التمويلات ستذهب في جزء منها لشراء المعدات لمكافحة الهجرة، المعدات التي تحتاجها السلطات الأمنية، وأيضا لتوفير يعني ظروف إقامة ملائمة لهؤلاء المهاجرين أو لترحيلهم وفق ما تضبطه الاتفاقيات الدولية ووفق احترام تام لحقوق الإنسان مثل ما أكد عدد من المسؤولين التونسيين ومن بينهم وعلى رأسهم الرئيس التونسي قيس سعيد. شكرا جزيلا لك نسرين رمضاني من تونس العاصمة على كل هذه التفاصيل. في النمسا يجتمع 5 وزراء داخلية أوروبيين في النمسا لمناقشة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة. أكد وزير الداخلية النمساوي جيرار كارنر أن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر من أكبر تحديات السياسة الأمنية الحالية، لافتا إلى أن التعاون مع الدول الأوروبية بشكل عام ودول غرب البلقان له أهمية حاسمة. ومن أثينا إلى فيينا حيث ينضم إلينا من العاصمة النمساوية خالد أبو بكر مراسل القاهرة. خالد أهلا بك، لو تطلعنا على تفاصيل هذا الاجتماع الذي سيضم وزراء 5 دول أوروبية لمناقشة موضوع الهجرة غير القانونية. تحياتي إليك راغدة، بالفعل بدأ اجتماع وزراء داخلية مجموعة فيش غراد التي تضم بولندا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، وخامسهم وزير داخلية النمسا
جيرهارد كارنر، ويجري الاجتماع في العاصمة السلوفاكية براتسلافا. على رأس أجندة ذلك الاجتماع يأتي موضوع الهجرة غير الشرعية، حيث هناك مشكلات مرتبطة بعدم وجود إجماع بين هذه الدول الخمس الواقعة في وسط أوروبا بشأن الاتفاق الأوروبي الذي جرى مناقشته في أوائل يونيو الجاري، حيث ترفض كل من المجر وبولندا رفضا قاطعا لذلك الاتفاق الذي يقضي من ضمن بنود عدة بتقاسم أعباء المهاجرين غير النظاميين وكذلك طالبي اللجوء بتوزيع حصص من هؤلاء على الدول الأوروبية كافة. والدولة التي ترفض استقبال طالب لجوء أو لاجئ يقضي الاتفاق بأن تدفع 20,000 يورو إلى صندوق خاص لذلك في المفوضية الأوروبية في بروكسل. أيضا يقضي ذلك الاتفاق بترحيل من يتم رفض طلبات لجوئهم إلى دول ثالثة آمنة تكشفت الكواليس عن وجهة تلك الدول، فيجري حديث عن تونس اتصالا بما ذكرته زميلتي نسرين رمضاني وأيضا إلى ألبانيا. وتحاول النمسا وكذلك سلوفاكيا وجمهورية التشيك إقناع كل من المجر وكذلك بولندا بالتماشي مع الإجماع الأوروبي، ولأن ذلك يصب في مصلحة أوروبا كلها. أيضا يناقش ذلك أبو بكر مراسل القاهرة الإخبارية. نذهب الآن لمتابعة كلمة وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دغمنان. إذن فيما يبدو أنه تصريحات صحفية لوزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانان عقب أعمال شغب واحتجاجات تعم مختلف المدن الفرنسية، احتجاجا على مقتل شاب مراهق يدعى نائل يبلغ من العمر 17 عاما على يد شرطي فرنسي، والذي تم توقيفه وتوجيه تهمة القتل المتعمد إليه. وكان رئيس ماكرون قد ترأس صباح اليوم اجتماعا طارئا لحكومته على خلفية المواجهات التي جرت بين قوات الشرطة والمحتجين في الشوارع في ضواحي باريس وليل وليون، ووصف أعمال العنف ضد من وصفهم برموز الجمهورية بغير المبررة. كما عقد أيضا منذ أقل من ساعة مؤتمر صحفي للمدعي العام الفرنسي لتوضيح التفاصيل. أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن حكومته ستركز على الملف المالي والاقتصادي في خططها المستقبلية. جاء هذا في أول اجتماع لحكومة ميتسوتاكيس في تشكيلتها الجديدة بعد فوز حزبه بالأغلبية البرلمانية. وأعلن رئيس الوزراء عن خطط لتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق تشمل رقمنة أجهزة الدولة وخفض الضرائب لدعم عجلة الاقتصاد. تلقى أعضاء مجلس الوزراء وعددهم 18 وزيرا قائمة بما يتعين عليهم إنجازه بحلول ديسمبر المقبل. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة اليونانية أثينا مراسل القاهرة الإخبارية عبد الستار بركات. عبد الستار مرحبا وأهلا بك، لو تطلعنا على التفاصيل الخاصة بأول اجتماع يترأسه ميتسوتاكيس لحكومته بعد فوزه في الانتخابات.
نعم رغدة، بعد التحية، أول اجتماع للحكومة الجديدة بزعامة كريابوس متسوتاكس، ودعا جميع أعضاء الحكومة قوامها 63 عضو وزاري. يعني هنا الوزير أو نائب نواب الوزير دائما يكون ضمن الحكومة، وهم الذين أدوا اليمين الدستورية. طبعا الوزراء الجدد بينهم 15 وزيرة سيدة و17 وزيرا من خارج البرلمان ومن خارج حزب الديمقراطية الجديدة، وهذه ثقة كبيرة جدا من قبل رئيس الوزراء كيريأكوس ميتسوتاكس. طبعا هو في البداية وزع على جميع أعضاء الحكومة في بداية الاجتماع ملف أزرق اللون، يعني بلون النيادي الديمقراطية الجديدة، الحزب الذي يحكمه، وقال أن يعني على جميع الوزراء مناقشة هذا الملف جيدا. هو يتضمن المطلوب من الوزراء خلال الأربع سنوات المقبلة، المطلوب من الحكومة، وهو يتضمن كما قال نحو 120 إصلاحا، أي 120 مشروع قانون خلال الفترة المقبلة، ويتضمنون 959 إجراء تشغيلي. المحاور الأهم رغدة التي عرضها رئيس الوزراء على الحكومة هم أربع محاور مهمة. المحور الأول هو زيادة الأجور والمرتبات. المحور الثاني هو الصحة العامة للجميع. المحور الثالث حياة أفضل ورفاهية أفضل لجميع المواطنين. والمحور الرابع هو اليونان القوية بحلول 2030. كل هذه الأمور سوف يناقشها الوزراء خلال الفترة المقبلة، وأيضا طلب منهم الكلام القليل والعمل الكثير، ووضح أن الشعب اليوناني أعطى الثقة مرة أخرى لولاية أخرى لهذه الحكومة، ولهذا يعتبر مسؤولية كبيرة جدا، ولابد على الحكومة تنفيذ ما وعدت به الحكومة قبل الانتخابات. نعم. بحلول ديسمبر المقبل من المفترض على كل وزير تسلم قائمة من ميتسوتاكس أن ينجز المهال الموكلة إليه في هذه القائمة، هل هذه مدة كافية عبد الستار كي يستطيع الوزراء تقييم الوضع على الأرض والبدء في خطط جديدة؟ نعم، لأن كل الوزراء هم على دراية بما يحدث في البلاد، وأعتقد هذه الفترة كافية، وهناك ضغط كبير ومسؤولية كبيرة من قبل رئيس الوزراء على الحكومة وأعضاء الحكومة الجدد، وقال أنهم سوف يزور كل الوزارات، وسوف يبدأ بوزارة الاقتصاد، وبالفعل عقب الاجتماع زار وزارة الاقتصاد والمالية، وقال أنه يبدأ بوزارة الاقتصاد والمالية، لأنه بدون اقتصاد جيد ومحفز لا يمكن تنفيذ ما يعني تسعى إليها الحكومة خلال الفترة المقبلة. وأعتقد أن هناك سوف يكون اجتماعات دورية مع الحكومة لتنفيذ هذه المطالب التي تعتبر بمثابة يعني تحدي أمام هذه الحكومة التي أعطاها الشعب اليوناني الثقة مجددا كما قال كيريأكوس ميتسوتاكس. أشير إلى أن البرلمان الجديد بكامل أعضائه 300 الذين تم انتخابهم الأحد الماضي سوف يجتمعون يوم الاثنين المقبل لأداء اليمين الدستورية، وأيضا انتخاب رئيس مجلس النواب، وأيضا أعضاء اللجان الفرعية ونواب الرئيس، ومن ثم يتم التصديق أو منح الثقة على الحكومة بعد مناقشة رغدة تستمر 3 أيام لمناقشة برنامج الحكومة والتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة. نعم. شكرا جزيلا لك من أثينا مراسل القاهرة الإخبارية عبد الستار بركات. إذن جولة المراسلين ما زالت مستمرة، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. وصل الحجاج في مشعر ميناء أول أيام التشريق، حيث قاموا برمي الجمرات الثلاثة مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم الجمرة الكبرى. تبدأ أيام التشريق الثلاثة في 11 من ذي الحجة وتنتهي بمغيب الشمس يوم 13 من الشهر ذاته. هذا وتعمل الجهات المعنية في المملكة على انسيابية حركة الحجاج في جسر الجمرات، كما تقوم المملكة بتطبيق خطط وتدابير وقائية مكثفة لرمي الحجاج للجمرات الثلاث بيسر وسهولة، كما تم تفويج الحجاج عبر الحافلات من مخيماتهم في ميناء إلى جسر الجمرات وفق خطط التفويج المعدة مسبقاً.
للمزيد معنا أمل الحناوي موفدة القاهرة الإخبارية من مشعر منى. مرحبا أمل من جديد، لو تطلعين على كيف تسير عملية أو المناسك الخاصة برمي الجمرات في أول أيام التشريق. رغدة، كل عام وأنت بخير وأنت بخير. المشاهدين كل عام وهم بألف خير. بالفعل بدأ الحجاج في مشعر منى اليوم الخميس أول أيام التشريق، قاموا برمي الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم الجمرة الكبرى، بعد أن قاموا يوم أمس برمي جمرة العقبة. أيضا الجهات المعنية تعمل على انسيابية حركة الحجاج في جسر الجمرات مع تطبيق الخطط والتدابير الوقائية المكثفة لرمي الحجاج للجمرات الثلاث بيسر وبسهولة. تم تفويج رغدة يعني الحجاج عبر الحافلات من مخيماتهم في منى إلى جسر الجمرات وفق خطط التفويج المعدة مسبقا. أول أيام التشريق الثلاثة يأتي في 11 من ذي الحجة والتي تنتهي بمغيب شمس يوم 13 من ذي الحجة. يعني أيضا كل هذه هي تعتبر مناسك الخاصة برمي الجمرات في أيام التشريق. نعم، شكرا جزيلا لك أمل الحناوي موفدة القاهرة الإخبارية من الأراضي المقدسة. في السودان أفاد مراسلنا بأن طيران الجيش شن عدة غارات على مواقع الدعم السريع شرقي العاصمة الخرطوم. تأتي هذه التطورات بعد انتهاء هدنة اليوم الواحد في السودان في أول أيام عيد الأضحى وما شابه من اشتباكات متفرقة. وعلى الصعيد الإنساني، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فرار أكثر من 170 ألف شخص من دارفور إلى تشاد المجاورة منذ إبريل الماضي، مشيرة إلى عبور 5 أسر سودانية كل 30 ثانية الحدود إلى تشاد عبر بلدة أدري. ومن جانبها قالت المنظمة الدولية للهجرة إن ما يقرب من 2 مليون شخص نزحوا داخل السودان منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع، بالإضافة إلى لجوء أكثر من 600 ألف شخص إلى دول مجاورة. للمزيد ينضم إلينا من أم درمان عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية. عثمان، أهلا بك، لو تضعنا في تفاصيل الأوضاع في أم درمان في ثاني أيام عيد الأضحى، خاصة وأن جنوب أم درمان كان قد شهد غارات واشتباكات خلال اليوم الأول من العيد. مرحبا رغدة. الوضع في أم درمان منذ أول أيام العيد، أي قبل دخول العيد، أيام أول أيام العيد بساعات، كان هناك قصف مدفعي وطلعات الطيران الحربي في المدينة. وأول يوم من أيام العيد كانت هنالك هدنة معلنة من الجانبين، الجيش السوداني والدعم السريع، ولكن لم يتم الالتزام بهذا الإعلان الذي تم حيث شهد الساعات الأولى من اول ايام عيد الاضحى المبارك قصف مدفعي عنيف وتحليق مكثف للطيران. وهنالك كان يوما يعني شهد كثيرا من المعارك الحربيه او العسكريه بين الجانبين، خصوصا في منطقه ام درمان حيث شهدت قطاعات كبيره قصف مدفعي وقصف بالطيران، مثل منطقه تقاطع منطقه الصناعات بشارع الشيميات في ام درمان. في هذه المنطقه يوجد الاحتياط المركزي في ام درمان، طبعا اريد ان اوضح هنالك احتياط مركزي رئيسي في جنوب الخرطوم، هناك ايضا احتياط مركزي يوجد في مدينه ام درمان. كانت هنالك معارك في هذه النقطه بالتحديد، وكذلك كان هنالك قصف مدفعي وايضا وقصف بالطيران في منطقه شارع العرضه اي بالتحديد نفق وجه البشير، وكذلك كانت هنالك قصف في منطقه محيطه بالاذاعه والتلفزيون. ايضا قلت من مستشفى القابلات هو مستشفى خاص بالولاده، وكذلك شهدت مناطق في جنوب ام درمان وكذلك غرب درمان بحكم منطقه المهندسين واحياء مربعات الفتيحات، ايضا شهدت قصف عنيف وكذلك تبادل باطلاق النار ما بين جيش السودان وقوات الدعم السريع. ومن كان يوما يعني يمكن اصبه بالعصيب في مدينه ام درمان، وكان يوما مختلف من حيث المعارك الحربيه بكافه انواع الاسلحه الثقيله والخفيفه. ايضا اليوم
عثمان، يبدو أننا فقدنا الاتصال بعثمان الجندي مراسل القارة الإخبارية من أم درمان. على كل حال شكرا جزيلا لك. هذا وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخطط الإسرائيلية الخاصة ببناء 5500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وصفها بأنها تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللقرارات الأممية الخاصة بهذه القضية. قال غوتيريش أن استمرار إسرائيل في توسيع مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة يؤجج العنف ويزيد من خطر المواجهة ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. دعا الأمين العام الأمم المتحدة حكومة إسرائيل إلى وقف توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة فورا واحترام التزاماتها القانونية بصورة كاملة. للمتابعة معنا من القدس المحتلة مراسلة القارة الإخبارية دانا أبو شمسية. دانا أهلا بك. إذن إدادات دولية متواصلة، وما زالت إسرائيل مستمرة في إما في شرعنة المستوطنات الموجودة أو إقامة وحث المستوطنين على قضم أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية لتحويلها إلى بؤر استيطانية ومن ثم إلى مستوطنات. صحيح، يعني بعد التحية نتحدث أن رغم كل هذه الإدانات والاستنكارات سواء من الولايات المتحدة وإرسال رسائل مبطنة ومباشرة من قبل الإدارة الأمريكية تلزم إسرائيل بضرورة وقف هذا التصعيد الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية، اليوم المحكمة المركزية في القدس المحتلة أقرت بعدم صلاحية وزير الدفاع يؤاف جالانت بأن يقوم بإخلاء مستوطنة أو بؤرة استيطانية تم إقامتها في أراضي شمال الضفة الغربية وتحديدا بالقرب من مستوطنة عيلي كجزء من سياسة العقاب الجماعي ردا على مقتل 4 مستوطنين في هذه العملية. كان يؤاف جالانت قد أوعز جهاز الأمن الإسرائيلي بضرورة تفكيك هذه البؤرة الاستيطانية وإفراغ المستوطنين فيها، إلا أن المحكمة الإسرائيلية وذلك بعد استئناف واعتراضات كان قد تقدم بها سموتريتش وزير المالية كانت قد تراجعت عن قرار إخلاء هذه البؤر الاستيطانية. هذا يعني أن الحكومة الإسرائيلية ماضية قدما في تشريع البؤر الاستيطانية غير الشرعية أو المصادقة على بناء وحدات آلاف استيطانية جديدة في أراضي فلسطينية، ما يعني قدم مزيد من الأراضي الفلسطينية. نحن نتحدث أنه منذ مطلع العام الجاري تم المصادقة على 13,000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، ووفق القانون الدولي هذه المستوطنات كلها غير شرعية كونها تقع في الضفة الغربية. عدا عن إدانات الإدارة الأمريكية كان هنالك يعني تصريح لافت ومهم من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي التي دعت فيها الاتحاد الأوروبي إلى تأييد المحكمة الجنايات الدولية بمحاكمة إسرائيل بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. عدا عن ذلك كانت قد طالبت هذه اللجنة بتعويضات من قبل الحكومة الإسرائيلية للاتحاد الأوروبي بعد هدم 101 موقع ممول من الاتحاد الأوروبي أو من أعضاء فيه أو تم الاستيلاء عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي لصالح إقامة المستوطنات هناك في عام 2022. نحن نتحدث أيضا من ضمن هذا البيان كان هنالك إدانة واسعة من قبل الاتحاد الأوروبي وهذه اللجنة الخارجية التي تحدثت أن الاستمرار في بناء المستوطنات يعني تقويض عملية حل الدولتين وتقويض عملية السلام ويعني المزيد من تفتيت وتبديد حلم إقامة الدولة الفلسطينية. طالبت اليوم يعني بتسريع المحاكمات الجنايات الدولية بوصف إسرائيل بالقيام بأعمال جرائم حرب وأعمال إرهاب وخاصة بعد اعتداءات المستوطنين المتكررة على أبناء شعبنا في الضفة الغربية. عدا عن ذلك كانت قد تحدثت في بيانها واللافت أنها تبحث وتأمل في إقامة علاقة شراكة مع الفلسطينيين كما التي أسستها مع إسرائيل في عام 2000 وذلك لضرورة يعني دعم القضية الفلسطينية ودعم الفلسطينيين، وقالت أنها يجب أن تلزم إسرائيل هذه القرارات الدولية بالالتزام وضمان الحماية الدولية التي يجب أن توفرها إسرائيل للشعب الواقع تحت الاحتلال وفق القوانين الدولية. ولكن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل هذه المواثيق والمعاهدات الدولية، تضرب بعرض الحائط كل هذه الإدانات، لذلك هي مستمرة في إقامة هذه المستوطنات. واليوم ما حدث كما ذكرنا
من يعني قرار المحكمة المركزية بإبطال إفراغ هذه البؤرة الاستيطانية، يعني أن إسرائيل ذاهبة إلى تكريس مبدأ الاستيطان أكثر فأكثر وتعميقه في جذور الأراضي الفلسطينية. شكرا جزيلا دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة. إلى العراق، حيث بدأ برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بالشراكة مع الحكومة المحلية في البصرة ووزارة البيئة العراقية مبادرة لإنشاء مشتل لأشجار المانغروف في منطقة التفرعات الشجرية بقوة إنتاجية تصل إلى مليون شتلة سنويا. تهدف المبادرة إلى الحفاظ على النظام البيئي لأشجار المانغروف الذي يعزز التنوع البيئي ويحتجز الكربون ويخفف من مخاطر الصدمات المناخية، مع التخفيف أيضا من حدة الفقر من خلال خلق مصادر دخل مستدامة للمجتمعات الساحلية وصيادي الأسماك. وقد التزمت حكومة العراق بزراعة 5 ملايين شجرة استجابة لأزمة المناخ. حول هذه المبادرة ينضم إلينا من بغداد هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية. مرحبا هبة، ماذا لدينا في التفاصيل؟ نعم، البداية تحية طيبة. يعني قبل دقائق قبل ما أدخل للبث المباشر كنت يعني واقفة على جسر الذي يطل على نهر دجلة. بصراحة كان منسوب المياه دجلة منخفض جدا، كان هذا المنبر الذي ورائي كان هذا الجسر، يعني حتى الكل من يشاهد هذا المنبر يتحسف ويكون مستاء لمشاهدة هذا المنبر، وحتى أن بعض من يعني نهر الفرات في محافظة الأنبار بعض من المناطق كانت أنه ألغيت بسبب أنه انخفاض جدا بسبب المناسيب المياه نهر الفرات. اليوم يعني هذه المبادرة التي تعزز من الواقع البيئي والمناخي في العراق الذي يعني يكون هذه المبادرة أيضا مثل ما أشرتي في الخبر يعني أيضا لحدة الفقر الذي موجود ولتعزيز أيضا الدخل للصيادي الصيادين الموجودين هنالك. هذه المبادرة ويعني مبادرة جدا مهمة التي أطلقتها برنامج الأغذية العالمي بمشاركة وتعاون مع الحكومة المحلية في محافظة البصرة، حيث أيضا أعلنت الحكومة في محافظة البصرة وهي محافظة البصرة أسعد العيداني في مؤتمر المناخ في العراق الذي انعقد في محافظة البصرة، وإعلان عن أيضا زراعة 5 ملايين شجرة. وأيضا هذه المبادرة تكون مبادرة موسمية، وشجرة المانغروف التي تكون هي صالحة للبيئة وصالحة أيضا لحماية يعني المواد الغذائية، وكذلك هذه المبادرة التي تكون ترصد لصالح محافظة البصرة ثم تنقل هذه يعني التجربة إلى باقي المحافظات العراقية لتعزيز الحزام الأخضر الذي يساعد أيضا على حماية العراق من الأتربة والصدمات المناخية الكبيرة، ونحن في فصل الصيف الذي يكون فصل الصيف فيه شدة الحرارة العالية بسبب التغيرات المناخية التي تحصل في العراق وباقي أيضا الدول العراقية. ففي العراق كان بشدة أكبر لعدم وجود الأشجار الكافية لحماية الحزام الأخضر في بغداد وباقي المحافظات، أما في إقليم كردستان هناك الحزام الأخضر يوجد ومتفاعل يعني لحماية أيضا الإقليم كردستان من التحديات ومن أزمة المناخ الموجودة. هذه المبادرة والأغذية وبرنامج الأغذية يعني التابع للأمم المتحدة، حتى أن الممثلة للأمم المتحدة بلاس خارك قالت أن هذه المبادرة ويعني أيضا بالتزامن مع وشراكة مع الحكومة الاتحادية مهمة جدا لصالح العراق، وتشكر أيضا هي دائما تشكر الحكومة لهذه المبادرات، حتى أن هناك مبادرات محلية تقوم بها الحكومة بزرع الشتلات في المواسم للتخفيف ومن أزمة المناخ الموجودة في العراق. نعم، شكرا جزيلا لك هبة.
التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد. إذن ختام جولة مراسلي القاهرة الإخبارية لهذا اليوم، ولكن قبل الختام والشكر أشكر شبكة مراسلينا. كان معنا غيث مناف من كييف، وهبة تميمي من بغداد، وعبد الستار بركات من أثينا، ودنا أبو شمسية من القدس المحتلة، وسلام عطلة من بروكسل، وخالد أبو بكر من فيينا، وأخيرا نسرين رمضاني من تونس. كل عام أنتم بألف خير زملائي الأعزاء، وبإمكانكم دائما متابعة المزيد عبر القاهرة نيوز .net. لقاء إخباري تالي على رأس الساعة. إلى اللقاء.